ضمن تداعيات ما بعد كورونا وفي اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، أقام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار إعادة التأهيل بعد كوفيد-19، وذلك برعاية وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور طه المتوكل، وبحضور وكيل وزارة الصحة ووزير الدولة وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز العامة والخاصة. احتفلنا اليوم باليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار تأهيل بعد الإصابة بكوفيد للمرضى الذين أصيبوا، وهذا تكريما للكادر الطبي الذي بذل جهودا كبيرة ومثمرة في سبيل مكافحة الوباء. تضمنت الفعالية فقرات متنوعة، كما وقف الحاضرون دقيقة حداد على أطباء المهنة الذين فقدوا حياتهم جراء كوفيد-19، وأشادوا بأهمية العلاج الطبيعي لإعادة التأهيل لما بعد كورونا. هذا اليوم مهم بالنسبة لنا لتعريف الناس ما هو العلاج الطبيعي، والتركيز على ما يقوم به العلاج الطبيعي من دور كبير في إعادة التأهيل وعلاج الناس. تحت شعار إعادة التأهيل بعد كوفيد-19، كان مهم أن نسلط الضوء على ما يقوم به العلاج الطبيعي في تأهيل هؤلاء الناس المرضى. طبعا تكريم المبرزين والعاملين في مجال الطب كان لابد أن يكون له دور كبير في هذا الاحتفال، كما تم تكريم المستشفيات التي كان لها الدور البارز في مكافحة كوفيد-19، وكذا تم تكريم العاملين في العلاج الطبيعي لدورهم الفعال في مواجهة الجائحة.